خالص خالص يعني. بصراحة انبسطت جدا جدا بالقعدة مع أبونا موسى، إنسان جميل وحلو، ربنا يخليه لكم تفرحوا بالكهنوت بتاعه وتعيشوا وتطلعوا كده كهنة من الخدام الحلوين بتاعكم. بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أنا غلطان بعد كده لما أجي أتكلم في حاجة أروح قايل حاجة في النص عشان ما تدبسش في كلمة تاني، فأنا إيه يعني هلتزم إن أنا ما أطلعش النهاردة عن سياق النص. وهنركز ليش هطلع من الموضوع ده. الوحدانية، أما نتكلم على الوحدانية تبقى لازق فيها حاجة تاني في الخدمة، المحبة. فلما نتكلم عن الوحدانية والمحبة دول إيه؟ وجهين لعملة واحدة، ولازم الاتنين يكونوا موجودين في الخدمة علشان الخدمة تبقى مترجمة ترجمة كويسة إن هي خدمة. فالوحدانية، الوحدانية صورة من صور المحبة، والمحبة تترجم بالوحدانية. واخدين بالكم؟ الوحدانية صورة من صور المحبة، والمحبة تترجم بالوحدانية. عشان كده نقول وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. فوحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، فدي بتعبر عن دي، ودي ما يميزها دي. واخدين بالكم؟ أحلى حاجة، أحلى حاجة في الكنيسة، أحلى حاجة في الكنيسة، ودي أحلى رسالة نقدر نوصلها للمخدومين، هي رسالة الوحدانية ورسالة المحبة. أحلى حاجة، أحلى حاجة في الكنيسة، ودي كانت شهوة المسيح. يعني شهوة المسيح من جهة الوحدانية لما قال كده: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. فشهوة ربنا يسوع المسيح أصلا الوحدانية. والحتة الثانية المحبة، عرفتهم اسمك الاثنين ورا بعض في نفس الإصحاح، في إنجيل يوحنا إصحاح 17، عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون إيه أنا فيهم. فيبقى أحلى حاجة وكانت شهوة عند ربنا يسوع المسيح الوحدانية والمحبة، يقول يكون فيهم وحدانية زي ما أنا وإنت إيه في بعضينا واحد، ويكون واحد فينا. فإحنا نبقى واحد في بعضينا وواحد في المسيح، وفي نفس الوقت المحبة زي ما إيه في جوه الثالوث محبة، يبقى في بيننا وبين بعضينا محبة. مين المسؤول في الكنيسة عن توصيل فكر الوحدانية والمحبة؟ مين؟ فيش غير اتنين، هما اتنين اللي بيوصلوا الفكر ده، الكهنة والخدام. مفيش حد بيوصل، الناس بتخش من بره من باب الكنيسة عشان يشوفوا الوحدانية ويشوفوا المحبة، ما يشوفوهاش غير في الكهنة والايه والخدام. فالخادم هو مسؤول، هو اللي مسؤول ان يوصل ده. هو سفير، سفير للمحبة وسفير للوحدانية، وهو عليه ينقل الفضيلة دي للمخدومين ويعلمها لهم بقدوته. خدوا بالكم، احنا بنخدم مش بعلمنا، مش بنخدم بخبراتنا، مش بنخدم بإمكانياتنا، بنخدم بقدوتنا. يعني ممكن يكون خادم شاطر قوي 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 بس ما بيعرفش، انا اسف يعني بيتكلم كويس خالص بس القدوة مش موجودة. فمثلا يقعد يعلم في المخدومين اشتغلوا مع بعض وحبوا بعض واعملوا ايه، والمخدومين شايفينه من الناحية التانية هو ما عندوش ده. فعشان كده ان كنا اتكلمنا في مرة عن روحانة النشاط، ازاي نجعل من النشاط نشاطا روحانيا، جميل بقى جنب ده ان احنا نكون متحدي الرأي او يكون في وحدانية او محبة في الخدمة. كان في جملة انا قلتها هنا كذا مرة، دي احنا تورثناها، كانت عن موقف كده. انتوا عارفين يعني في مكان ما الكهنة قعدوا مع احد الاسقفة قالوا له احنا الخدمه هنا عندنا ماشيه كيت وكيت وكيت وكيت. هو سيدنا عارف ان ما كانش فيه ايه حب جامد شويه بينهم وبين بعض، قال لهم مش عايز ولا حاجه من دي، انا عايز بس يكون في بينكم وبين بعض حب ووحدانيه، والغي كل الانشطه دي والغي كل الحاجات دي ما يخصناش. عايز اقصد ان ممكن يكون كنيسه او خدمه فيها انشطه كتيره قوي
بس ما فيهاش وحدانيه وما فيهاش محبه ما استفدناش حاجه. سيبك من الانشطه دي خالص وربي وحدانيه ومحبه بين الخدام. لو عملت نشاط واحد يجيب شغل جامد. فراح قال لهم بقى الجمله اللي احنا بقى ايه تورثناها، لو الكهنه حبوا بعض، لو الكهنه حبوا بعض، شيل الكهنه وحط الخدام، ها، لو الكهنه حبوا بعض الشعب يحب مين بقى؟ ربنا. لو الخدام حبوا بعض المخدوم يحب مين؟ ربنا. مش الكنيسه ده، ربنا بقى الاشمل كمان، واخدين بالكم؟ فتلاقي حد يخش الاجتماع ويخش كنيسة ما يقول يا سلام أنا بشوف العلاقة بين الخدام وبعضيها يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. وفي حتة تاني ما تعرفش بينهشوا في لحم بعض إزاي. فيبقى الوحدانية المترجمة في المحبة لو وصلت للمخدوم من خلال النشاط الروحاني يحب ربنا، يحب ربنا. أعظم عمل يقدمه الخادم للمخدوم أن يحب أخوه الخادم. شفتوا الجمال؟ يعني طبعا حب المخدوم ده قصة تاني، لكن أحلى عمل الخادم يقدمه للمخدوم أن المخدوم يشوفه في وحدانية ومحبة مع الخادم اللي زيه اللي في نشاط معين أو في خدمة معينة أو في سنة معينة أو في فصل معين. وهتكلم معاكم كمان شوية، لأن عكس الكلام ده، عكس الوحدانية، حاجتين وحشين جدا في الخدمة وعيوبهم ونتائجهم وحشين جدا في الخدمة. عارفين إيه بقى؟ طبعا عكس الوحدانية والمحبة يبقى فيه إيه؟ الذات والفردية. فيبقى الخادم عايش في خطية الذات هو لوحده، فبتنقلب معاه الفردية، مفيش وحدانية، عايز يخدم لوحده، فبتبقى النتائج وحشة جدا، نتائج وحشة جدا. طيب تترجم ازاي الوحدانية دي؟ تترجم ازاي في علاقتنا كخدام ببعضينا؟ تترجم رقم واحد بالمحبة. يعني عايز تظهر الوحدانية وريني محبة، احبوا بعضكم بعضا ايه؟ من قلب طاهر بشدة، زي ما بيقول معلمنا بطرس الرسول، أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. فيبقى الوحدانية تترجم بالمحبة، دي أول حاجة. تترجم بإيه تاني؟ بالاحترام. ما زال الخدام بيتعاملوا مع بعض في الكنيسة، مش هقول من غير احترام، بس مفيش نظرة الخادم للخادم اللي جنبه إن هو الخادم بتاعه. يعني إيه؟ يعني عايز توصل رسالة، اما تتكلم مع الخادم اللي في سنك، اللي اكبر منك، اللي اصغر منك، اعتبره الخادم بتاعك، اعتبره الخادم بتاعك. لو اعتبرت الخادم اللي بتكلمه ده الخادم بتاعك، اظهرت احترام ما فيش بعده، وده يعكس ايه؟ فكر الوحدانية. يعني ابونا لما يتكلم مع ابونا ما يعتبرش ان هو ابونا، يعتبر ان انا فلان اللي كان ده ابونا بتاعي، فانا طول عمري انا شايفه انا بتكلم مع ابونا على انه ابونا، وانا استاذ فلان. اما بتكلم مع استاذ فلان انا بعتبر ان انا كنت المخدوم بتاعه. واخدين بالكم؟ فلو الفكر ده موجود حاجات كتيره تتغير. لكن طبعا هي ما بتتحسبش كده، بتحسب مين اللي اقدم، مين اللي اقدم في الخدمه، مين اللي بقاله كام سنه، مين اللي بقاله كام سنه في الاسره ديت، مين اللي ماسك الفصل بقاله كام سنه فبقى عنده خبره، فبقى عنده فيعلقوا له رتبه زياده. واخدين بالكم؟ لكن تترجم بالايه؟ بالاحترام. الكاهن مع اخوه والخادم مع اخوه كانه الاستاذ بتاعه. طبعا دي تساوي تلمذه. فالوحدانية اللي مترجمة بمحبة ومترجمة باحترام تجيب تلمذة. خدوا بالكم ما أجمل الخدمة لو مسكنا فضيلة واحدة فيها تروح جايبة كله. يعني الخادم اللي معايا في النشاط أنا مش بعتبر إن هو إحنا الاتنين زي بعض، أنا مخدوم عنده. يعني هو لو طلب مني حاجة حاضر، معلش افتقد لنا الولاد، أنا بقى وهيعمل عليا رئيس، ويعمل لما انا وهو زي بعض، انت خد جزء وانا خد جزء، ما تشغلنيش. ما فيش كده بقى الفكر ده، ده يكسر مبدا الوحدانيه، يكسر مبدا المحبه. فدي مترجمه بالحته دي.
طبعا الشيطان يكره هذا المبدأ في الخدمة فيضربه، فيبقى دايما عايز يضرب مبدأ الوحدانية في الكنيسة الواحدة، في الخدمة الواحدة، في النشاط الواحد، في أصل الوحدانية دي توصل ليكونوا هم واحد كما أنا وإنت واحد، فعايز يكسرها، فيروح مدخل شوية حاجات جنبيها عشان تبوظ مبدأ الوحدانية. فيروح مدخل لنا مثلا الغيرة، يدخل مبدأ مثلا الغيرة، الغيرة في الأنشطة، النشاط ده ناجح والنشاط ده مثلا في وجهة نظر أنه مش ناجح، فنبقى بنحارب بعضينا. مفروض يكون في وحدانية، أنا بخدم في النشاط ده وعيني على النشاط التاني وفرحان بيه، واللي هناك نفسه أن النشاط هنا برضو يبقى كويس، مش معناه أن ده وحش وده حلو، لكن ده في النشاط ده فرحان وبيسعى أن النشاط ده يبقى حلو وجميل، وده وهو في النشاط ده بيسعى للنشاط التاني أنه يبقى حلو وجميل، مش بننافس بعض. لكن لو دخلت الغيرة والتنافسية جوه الخدمة، فبقينا بقى بنعمل ايه؟ مين اللي خدمته اعلى؟ تيجي كده الخدام هم قاعدين، بص بقى احنا عايزين لميعاد الكورال 5 مواعيد. ليه يا عم؟ ده ما كفايه ميعادين، ده انجح نشاط في الكنيسه، شوف بيحضر فيه كام واحد. عايزين للمسرح 6 مواعيد، سيبك من الالحان، وهو في الاخر بيجي كام للالحان؟ يعني 3-4 يبقوا يشوفوا لهم اي حته يقعدوا فيها، مش مشكله بقى، يبقى الاستاذ حتى ياخدهم عنده في البيت. ابتدينا نحط ان ده اعلى من ده، غيره، بقينا بننافس بالعدد في الليمون، واخدين بالكم ان ده العدد الاكبر يبقى ده الحلو وده غيره، دخلت غيره. ومين اللي هيتقال عليه انه احسن، الخادم ده ولا الخادم ده؟ الخادم ده مش شايف شغله كويس، العدد اللي عنده قليل، غيره، فيكسر مبدا الوحدانيه في لكن الخادم اللي بيخدم الحان يبقى عينه على الكورال، وبتاع الكورال عينه على المسرح، بتاع المسرح عينه على مش عارف ايه، وبتاع ايه عينه على ايه في الأنشطة كلها. زي بالظبط أبونا في الكنيسة عينه على كله. أزعل جدا لو في الكنيسة لو في حاجة مثلا على حساب حاجة، كل واحد كل واحد، أبونا اللي مسؤول عن الحتة الفلانية دي عايزها تنجح، وأبونا اللي أنا في منطقتي عايزني أنجح في الحتة اللي أنا مسؤول عنها. فيش غيرة، الغيرة ليه؟ مش هيعلقولي رتبة زيادة، مش هيدوني بونس، مش هيدوني ظرف من تحت الترابيزة زيادة اطلاقا، ولا الخادم هيحصل له كده. فيبقى الغيرة تكسر مبدأ، تكسر مبدأ الوحدانية. اللي يكسر مبدأ الوحدانية اختلاف في وجهات النظر تؤدي لعدم الوحدانية. لازم نختلف في وجهات النظر. هو كنيسة فيها مثلا 17 أب كاهن، هل كلهم بنفس وجهة النظر؟ استحالة. في الصغير وفي المتوسط وفي أبونا الكبير الخبرة، وفي اللي فكره لسه قديم شوية، وفي اللي فكره جديد، وفي اللي فكره متفتح، في اختلاف في الرأي، بس في وحدانية. تظهر ازاي بقى؟ أقولها لكم بتحصل ازاي في الخدام. نقعد في اجتماع هنطلع بموضوع معين نناقشه، أنا ليا فكر والأستاذ لي فكر والأستاذ لي فكر والأستاذ لي فكر، نقعد بقى وإن إيه مفيش مشكلة نختلف في وجهات النظر، في الآخر رأي ما أخذناه، وليكن عملنا فوتنج، عملنا أي حاجة، المهم مشينا قرار ما، في 2-3 ما كانوش مع القرار ده، فنيجي بره ما نطلع الأوضة بره الاجتماع، أول 2-3 بصوا احنا كان جوه الاجتماع ده اتفقوا احنا مش معاهم، ولو باظ يبقى هم السبب، ولو لفت الايام والاقتراح ده ما بقاش حلو، اول ناس يضربوا في الموضوع ده هم الـ2-3 المعترضين، فما بقاش في وحدة. احنا قلنا لهم ان ما يعملوش الكلام ده، احنا قلنا لهم كانوا مش يعني، احنا قلنا لهم، دي عدم وحدانية. مفروض امال يحصل ايه؟ احنا جوه الكنيسة دلوقتي كاجتماع خدام اتفقنا على رأي ما، اكيد مش الكل موافق عليه، بس بعد ما نطلع بره الكنيسة كلنا بهذا الرأي، حتى انا اللي ما كنتش مع هذا الرأي ابقى مع هذا الرأي، دي الوحدانية، وادفع في نجاح هذا الرأي. اتفقنا على اتفاق معين انا ما كنتش موافق عليه، بس خلاص خدناه، اسعى بشتى الطرق ان انا نجح الفكرة دي رغم ان انا ما كنتش موافق عليها، دي الوحدانية. لكن اختلاف وجهات النظر اللي هو بعد ما نتكلم نروح طالعين بره نخبط في بعض، ولا عمر يحصل وحدانية. طالعين مؤتمر اتفقنا على مكان ما، طبعا كان في النص ما بلاش المكان ده ابونا، ما تروح المكان الفلاني وده يقول كده، طب ها ها ها، اتفقنا في الاخر على البيت الفلاني،
كويس. اول ما نروح هناك نلاقي عيوب الدنيا في البيت الفلاني، تلاقي الاثنين ثلاثه خدام للمخدومين. صدقوني قلنا لابونا ان ما نجيش المكان ده، بس ابونا عنيد دماغه لازم يمشي اللي في دماغه. راح طلع للولاد ان هو كان معترض وطلع بقى في النص. لا والمزيطيه بقى بتوع ابونا، اه يا ابونا ده حلو وده جميل، ده هو اللي بيقول كده للمخدومين. متخيلين يظهر ايه للمخدوم؟ عدم وحدانيه، ان هم في الاخر سوري يعني لو واد عاقل شويه، لو مثلا خدمه جامعه ولا خدمه ثانوي يقول له ما تحلوا مشاكلكم، ده احنا اللي اتمرمطنا في الاخر وجينا المكان، ما كنتوا حليتوا مشاكلكم، انت جاي تقول لي هنا المشاكل بتاعتكم، ما تحلوا مشاكلكم يا استاذ فلان وتخلصوها، جاي لي بعد ما طلعنا تقول لي يا ابونا يا عم حرام عليكم طلعنا المكان ده، ويخش بقى في فصال ده ما يساويش الفلوس دي ودي ما يساويش. طب ليه؟ لكن الخادم اللي يحيا حياه الوحدانيه يمشي مع اي قرار احنا اتفقنا عليه، ويدفع انه ينجحه، ولو حصلت سلبيات له ما يخبطش في حد تاني، بل بالعكس يساعد في ان النجاح الفكره. فيبقى من الحاجات اللي تكسر الوحدانيه الغيره، من الحاجات اللي تكسر الوحدانيه اختلاف وجهات النظر. من الحاجات اللي تكسر الوحدانيه ان ما يكونش فيه تفاهم في ثنائيات المسؤوليات. يعني مثلا الخدمه دي فيها اتنين خدام، مفيش تفاهم، فده عايز يمشي رايه وده عايز يمشي رايه، فتكسر الوحدانيه. من الحاجات اللي تكسر الوحدانيه محبه النصيب الاكبر، محبه النصيب الاكبر. كل خادم اخطيت يعني في الكلمه، ساعات دي الموضوع ده بيبقى موجود في الخدمه، عايز يكوش، فاهمين؟ عايز يكوش، فاكر ان كل ما يكوش اكتر كل ما ده هيبقى ايه كويس. النشاط انا اخده ايه ده انا فاضي. يا عم حرام عليك، في ايه؟ طب ما خلي حد تاني يشتغل، محبه النصيب ما تخلي. عارفين في خدام يخدمه مثلا السنه دي كان ماسك النشاط وناجح جدا فيه مثلا الرحلات، يجي السنه الجايه امين الخدمه بيوزع، بص يا اخوه مس ايفا ناجحه جدا في الرحلات، احنا هنمسكها السنه دي برضو ايه الرحلات، تروح هي ايفا بقى تروح قايله ايه، لا بعد اذنك يا ابونا يا ريت انا حد تاني بقى يشيل الرحلات بقى. اول ما قال دي هي ناجحه راحت قالت له لا بص يا ابونا انا نفسي امسك التتميم اللي على الباب عشان حد تاني يشتغل عشان الدنيا كلها تمشي. لكن محبة النصيب الأكبر يبقى قاعد من جواه كده فرحان، أنا اللي أحسن واحد ماسك النشاط ده، يديهوني مرة تاني وتالت ورابع. بيتأخر الخادم لو حصل كده، ما بيلفش على حاجات كتيرة، ما بياخدش خبرات حاجات كتيرة، ما بيستفدش، ومش مفيد للخدمة، مش هيلثي للخدمة، مش حاجة صحية للخدمة إن خادم معين يقعد في الأفكار خلاص راحت في الحتة دي. يعني لو خادم مثلا ماسك الرحلات خلاص اتكرعنا نفس الجدول بتاع الرحلات، هو دي طاقته، خلاص هنطلع في الحتة دي النهاردة، أسبوع الجاي اليوم نروح في الحتة الفلانية، ما لقيناش دي يبقى البديل هو كذا، مفيش، ما بيخرجش خلاص بره الصندوق، خلاص دي إمكانياته ما تزعلش. لكن لو اتغير وراح في حتة تانية يبقى مفيد للخدمة أكتر. فالوحدانية، عدم الوحدانية بتبان في محبة النصيب الأكبر. مفيش وحدانية، أنا زي غيري، زي ما أنا خدمت ونجحت غيري هيخدم في الحتة دي وينجح ويبقى فيها أحسن مني كمان، إيه المشكلة؟ اللي يكسر الوحدانية الكلام عن إخواتي الخدام مع الناس التانية، مع ناس آخرين. يعني مثلا اتنين خدام بيحبوا هم يكونوا قريبين من بعض، فلما تيجي سيرة الخادم الفلاني من غير ما يقصدوا هم واقفين مع مجموعة تانية من الخدام يتكلموا عليه كلام وحش، والأوحش بقى لو يتكلموا قدام المخدومين، تكسر الوحدانية. لو حد اتكلم على حد من الاباء قدامي اخطيت يعني انهاشه اكله، ما ينفعش حد يتكلم على حد من الاباء قدامي ابدا، اباء الكنيسه مش ممكن، ما اسكتلوش، ما ينفعش قدام ان شاء الله يكون مين عشان ما نكسرش، ما ينفعش مبدا طب احنا ما يعني متفقين 100%؟ لا طبعا،
بس لازم مبدأ الوحدانية. فالناس لما تشوف نرجع تاني الخادم بيدافع عن أخوه الخادم يحبوا ربنا، يحبوا ربنا. لكن تخيل المخدوم، صدقوني ده في مخدومين ساعات وقفوا في اعترافات، يا ابونا ربنا يخليك يا ابونا، الاثنين الخدام الفلانيين كلموا عن الخادم الفلاني لدرجة ان شتموه الشتيمة الفلانية في وهم واقفين يتكلموا مع بعض قدامي. اقول له قدامك الكلام ده؟ يقول لي اه قدامي الكلام ده. ما هم الخدام دول اصحاب المخدوم ده. فجت السيرة بتاعت مثلا الخادم اللي نقلنا المؤتمر ده، او موضوع المؤتمر ده ما عجبناش يا استاذ السنة دي، ارجعوا الاستاذ فلان هو اللي عمل لنا الموضوع ده. الخادم يقول للمخدوم ارجعوا الاستاذ فلان هو اللي عمل لنا الموضوع ده. قلنا له، قلنا له، بس هو دماغه مقفله ويقول ممكن لفظ تاني هو كذا، او هو دماغه ايه الى اخره. فليكسر مبدا الوحدانيه ان احنا نتكلم عن اخواتنا قدام بعضينا، قدام ناس تاني. اللي يكسر مبدا الوحدانيه، خدوا بالكم بقى من الحته الجايه دي، ان احيانا يبقى خادم بيخدم معايا في نشاط معين فظروفه مش زيي قوي، فانا بحضر اكتر منه النشاط، فما بدلوش فولو اب على اللي بيحصل في النشاط بحجه ان انا بنسى. بس انا مش بنسى، انا قاصد ان اخليه اهمشه، انا قاصد ان اهمشه، ان انا ما اديلوش المعلومات اللي عملناه في النشاط عشان ما يبقاش هو يعني ايه متابع للنشاط، فكون انا مميز. فما يحتاجوا المخدومين حاجه يرجعوا لي انا، ما يرجعلوش هو، ما هو مش دريان بقى، ما هو ما بيجيش، واسيبه كده. لكن الخادم الحلو اللي عايز يعيش في وحدانيه، اخويا اللي بيخدم معايا جه ما جاش، تلاقوا الخادم اللي هو يروح لامين الخدمه، شوف لي حد تاني غير الخادم ده. ليه يا عم؟ في ايه؟ مش شايلني الطين، انا الواحد اللي شايل الطين، هو ما بيجيش خالص. وفي الاخر يجي لي بعد مش عارف قد ايه ويقول لي انتوا عملتوا ايه؟ مستفز، مستفز اللي معايا ده، ما ينفعش. شوف لي واحد يبقى كده ايه حاضر. ليه؟ يجوا الشباب يسالوا على الخادم ده اللي ما بيجيش، يا استاذ اخبار استاذ الفلاني؟ سيبكم منه بقى، ده هو مش فاضلنا، خلونا احنا في اللي احنا فيه. مش يبقى فيه وحدانية، فيبقى يكسر مبدأ الوحدانية ان انا عايز اكون مميز في النشاط ده. خادمة بتاعت كورال النهاردة حضرنا، قلنا كم حتة تركية في هزات معينة، مش تكلم الخادمة اللي معاها وتقول لها على فكرة احنا النهاردة كنت بسلمهم اللحن الفلاني ولا الترنيمة الفلانية والبت الفلانية كذا والولد الفلاني كذا وايه، تبقى تخليها اوير كده معاها عشان هي ما جاتش هي تسد، هي ما جاتش هي تسد واحد. يبقى في الاخر اللي يظهر الصوره قدام المخدوم حاجه واحده. فيكسر مبدا الوحدانيه ان الواحد يكون عايز يكون مميز، يكسر مبدا الوحدانيه ان الواحد يكون شايف في نفسه ان هو افضل من الاخرين وهو الاحق عن الاخرين في الخدمه دي او النشاط ده. ودي قلتها انا قبل كده، عدم وجود وحدانيه في الكنيسة المترجمة بالمحبة يدخلنا في أمراض أو آفات الخدمة، في آفات للخدمة. يفتح الباب ده زي واحد ما بيرشش مبيد، فتيجي الآفات تضرب في الزرعة. فالوحدانية عدم وجودها تخلي في آفات تضرب في الزرعة، تعطل شغل ربنا في الخدمة، وتمنع الشغل اللي ربنا عايز يعمله. تعرفين ان ربنا يقدر يشتغل فينا ويعمل بنا ويتكلم على لساننا والخدمة دي تكسر الدنيا، بس للأسف العيب احنا فينا، احنا مش عنده. ناس تقعد تقولك ربنا ما عندناش الامكانيات، كنيسة ايه وكنيسة ايه؟ لا، ممكن تكون كنيسة فقيرة بس ايه مكسرة الدنيا، وكنيسة فيها كل الامكانيات المادية او كل الامكانيات اللي يقدروا يعملوها في الخدمه، بس اخطيت ما فيهاش الخدمه. ليه؟ لان كل واحد ماشي بطريقه. فعدم وجود وحدانيه يروح مدخل لنا في الخدمه امراض. اهم مرضين او اوحش مرضين يخشوا نتيجه الوحدانيه اللي قلت لكم عليها من شويه، الذات والفرديه. الذات والفرديه
الذات دي تساوي كبرياء، محبة النفس، الأنا، الكرامة، فطبعا دي تروح لاغية عمل الايه، عمل المحبة. فالذات تخلي الواحد بيحب بس بيحب مين؟ بيحب نفسه. فالذات دي حب النفس، في حين ان الوحدانية والحب حب الآخر، انا بفضل الآخر عني. فالزياد الذات والكبرياء دي خطورتها اكبر من حرب الشياطين بالنسبه للخادم، خطورتها وحشه جدا. عارفين ليه؟ لانها اول خطيه وقع فيها الانسان، الكبرياء الذات دي الخطيه اللي وقع فيها ادم وحواء. فعشان كده الخطيه دي لو دخلت تكسر مبدا الوحدانيه. فالخادم اللي مش عايش في وحدانيه وعايش في الذات، هو عمال يكبر في نفسه هو بس، وفاكر ان الخدمة كده ايه بتنجح، لكن هو في الحقيقة الخدمة عمالة تنهار. فهو ايه، بيمدح في نفسه، يحب في اي اجتماع خدام يجيبوا سيرة الاجتماع بتاعه او النشاط بتاعه بس اللي هو فيه، فيبقى مش عايز اي حد يمدح اي تاني، حد تاني من خدام يمدحه هو بس. واللي عنده الخطية دي، خطية الذات، يعيش في إشباع الذات، فيقعد طول عمره في الخطيط، يعني في البركة دي مش قادر يطلع منها، وإحنا مش دريانين الخدمة عمالة تتأثر، فيكسر المبدأ ده، مبدأ الإيه؟ الوحدانية. يكسر المبدأ ده الوحدانية، تظهر في إيه بقى اللي هي عدم الوحدانية، أو لما تطلع آفة الذات. أقول لكم بقى، ما هو مفيش وحدانية فجابت ذات، فتظهر ازاي؟ اقول لكم بنعرفهم، بصوا بنشمهم كده زي ما انا شامم ريحه الحنوط في ايديا دلوقتي، بنشمهم تلاقوا الغضب. الخادم اللي كثير الغضب، الخادم اللي كثير الغضب ده مش عاجبه اي حاجه، ذاته عاليه جدا، يكشر ويبان عليه. تيجي كده امين الخدمه بيتكلم، تروح باصص له تلاقيه عمال ويخبط في البتاع ومتضايق، وكل القرارات مش عاجباه، لانه هو عايز لوحده، مش عايز يبقى فيه وحدانيه. فبين مفقوس بادانته، اي حاجه يدين يتكلموا في اي حاجه، لا 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 كان في احسن من كده يتعمل، لا لا ما كنتوش موفقين في الموضوع ده، لا لا كان ممكن يتعمل مش عارف ايه، لا كنا نجيب اتوبيسات احلى من كده، لا كان المكان حر، لا كان المكان مش عارف ايه، لا البسين ايه، لا الميوهات ايه، لا ما فيش حاجه عجبه. ده انسان ذات، عايش في الذات، لانه مش عايش في الايه، في الوحدانيه. واوحش كلمه واكتر كلمه تعرفها في الخادم اللي ما عندوش وحدانيه ومحبه، عارفين كلمه ايه؟ اشمعنى. اشمعنى دي اول كلمه، ليه ده ياخد النشاط ده وانا ماخدوش، انا احسن ليه ده، اشمعنى ليه تدوا لده العربيات الفلانيه يطلع بيه، ليه تدوا لده مواعيد، ليه تعملوا، اشمعنى. فهو عايش في ذاته، مش عايز يعيش في وحدانية، ومتذمر. فيبقى عدم وجود وحدانية تخلي الخادم يغضب كتير، تخلي الخادم يعيش متذمر في خدمته، تخلي الخادم عمال يدين في الآخرين ويدين في الخدمة، عمال يخش في كلمة اشمعنى اللي هي الغيرة اللي قلناها قبل كده، كثير الشكوى، كثير الشكوى. في الآخر ما عندوش اي نوع من التلمذة، لانه ذاتي. فالوحداني ده زي ما قلت لكم، يبص للخادم اللي جنبه على انه انا المخدوم بتاعك، فعنده تلمذة. لكن اللي ما عندوش الوحدانية دي مش عايش في التلمذة. النتيجة ايه بقى؟ انقسام جوه الكنيسة، انا لبولس وانا لأبولس، فيبقى فيه انقسام. فعدم وجود وحدانية في الكنيسة، ربنا ما يوريكم، تجيب انقسام، وما يبقاش في حياة السلام جوه الخدمة، وتبقى الدنيا مش ماشية كده ايه بهدوء. وبالتبعية هو ما عندوش، مش عايش حياة الوحدانية، فعايش في ذاته، فبيخدم بطوله فردي. دي الآفة التانية بعد عدم وجود الوحدانية، بيخدم بطوله. أنا أقدر أسد، ادوني الموضوع ده ومالكش دعوة خالص، هخلصه لك على أتم وجه،
مالكش دعوه، انا اعمل كل، شايف ان هو ايه يعمل اي حاجه ولا يمشي على القوانين ولا يطيع الـ 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 لو سميناها الاوامر ولا سموها زي متطلبات الخدمه. هو جاي لنا جديد في الخدمه دي، نقول له نظام الخدمه عندنا 1 2 3، فما بقاش في نظام في الخدمه، وعايز يمشي بطوله ويعمل لنفسه نظام لوحده، عايز يعمل لنفسه نظام لوحده، يميل ان هو يشتغل لوحده. ولو شغلناه في مجموعه ها عايز يبقى ايه الليدر. لو شغلناه في مجموعه عايز يبقى هو الليدر، عارفين ليه؟ عشان ياخد القرارات براحته ويؤمر وينهي براحته، محدش يقدر يعترض عليه. فده انسان ما عندوش ولا وحدانيه وعايش في ذاته وعنده فرديه، عنده فرديه في الخدمه، ياخد قراراته لوحده الى اخره، متشبث برايه ويعاند ويبرر، يبرر مش يبربر، يبرر يبرر، عمال يبرر لأي قرار ياخده، وعنيد في أفكاره ومعندوش كده مرونة. كل ده لأنه مش عايز يعيش في وحدانية. انتوا عارفين ان الهراطقة كلهم، كل الهراطقة كانوا فرديين ما سمعوش كلام، ما كانوش عايشين في وحدانية الكنيسة. فالموضوع اتقلب معاه في الآخر بإيه؟ بهرطقة. فالموضوع اتقلب بهرطقة، يخرج على النظام وما يلتزمش بأي نظام، فيش خادم يملى عينه، فيش خادم خالص يملى عينه، ما فيش تفويض. على فكرة التفويض وحدانية، انتوا عارفين كده ان انا كخادم لو عملت تفويض انا بدخل في الكنيسة مبدأ الوحدانية، ان انا بقول ان ده يقدر يعمل الشغل اللي انا بعمله، الخدمة اللي انا بعملها. المسيح نفسه عمل التفويض ده، عمله ازاي؟ قال لهم يلا عمدوا، اخرجوا الشياطين، اكرزوا، صح كده؟ ما اخدش ده لنفسه، عمل تفويض، عمل ديليجيشن. فالتفويض يساوي عدم فرديه، يساوي ان الانسان ما عندوش ذات، ترجمه عن الوحدانيه، ترجمه عن الوحدانيه، فيقدر يفوض الاخرين. لان عدم التفويض يساوي ان انا مش يعني ايه ما عنديش ايمان بقدره الاخرين ان هم يشتغلوا. اوحش حاجه في الشخص اللي ما عندوش وحدانيه في الخدمه، اول ما يسمع خبر بقى اسمعه دي بقى، اول ما يسمع احنا الخادم الفلاني ده كبر والطاقه بتاعته قلت شويه، والمجهود احنا بقى هنقول له يعني ممكن يخدم في اجتماع مش عارف ايه على جنب كده. يا سلام يا زين ما اخترته، ايوه كده هو ده. عايزين ننظف الخدمه بقى، عايزين الدنيا كده تبقى مشعلله، وعايزين ندخل دم جديد، وعايزين نعمل. ده واحد ما عندوش وحدانيه، اسهل قرار عنده مشي، اسهل قرار عنده مشي. بالعكس، ما يمكن الخدمه دي المنفذ بتاع الخادم ده يا جدع، يمكن ده الطاقه الوحيده اللي بتدخل له نور. ليه كده؟ ده شخص ما عندوش وحدانيه، اسهل قرار عنده واحسن قرار يحب يسمعه مشي ده من الخدمه، اركن ده من الخدمه، خليه على جنب لحسن ده يعني قاعد مش عايز اقول ايه. فده انسان ما عندوش ايه. وتعالوا بقى جنب ده بقى، الشخص ده يشتكي من كثره الاعباء اللي عنده، يجي في اي اجتماع ده شايلين يا ابونا شايلين، بس ما تقلقش انا سداد، ده انا اي حاجه يعني انا كل حاجه يرموها عليا، ما عندهمش غيري. كل من عارف العشره المبشرين بالجنه، انا واحد منهم، انا واحد منهم، اي حاجه يندهوا عليا، رقم تليفوني ده تقولش هو الديفولت عندهم، اي حاجه. فيقعد دايما ايه كثره الاعباء عليه، وانه فرحان ان هو محمل يعني، ما عندوش مرونة. النتائج بقى ألخص، أنا خلاص كده، النتائج في الآخر إيه بقى للقصة دي؟ لعدم وجود وحدانية غير مترجمة بحب، اتقلبت بذات، اتقلبت بفردية. القصة دي كلها كده تضربوها في مزرعة الخلاط
طلع لنا بقى المشاكل اللي هتحصل نتيجة عدم وجود وحدانية غير مترجمة بمحبة تظهر في الذات والفردية للخادم. تلاقي الخدمة مش بتتقدم، الخدمة مش بتتقدم. لكن لو ما فيش دي وفي وحدانية الخدمة بتتقدم، لأن خد بقى العكس، أنا مش موجود أخويا موجود بيسد عندي، والمسيح أرسلهم من اثنين اثنين مش عشان واحد ينفس التاني، عشان يكملوا بعض، عشان يكونوا واحد هما الاثنين، عشان يسندوا بعض. لما هو يخور في الطريق أنا أسنده، لما يقول معلومة مش قادر عليها أنا أكملها. هو شاطر في الكتاب المقدس، أنا شاطر في ربنا مديني الموهبة الفلانية، فهو في الافتقاد يروح قايل الحتة الفلانية، أنا أعرف أصلي صلاة ارتجالية، هو بيقدر يقول لحن أنا بقدر أقول ترنيمة، هو يقدر يقول تاريخ كنيسة أنا أقدر أقول حتة في الطقس، نكمل بعض. لكن لو ما فيش دي الخدمة ما بتتقدمش، دي النتيجة اللي هي الوحشة. ناخدين بالكم الخدمة ما بتتقدمش. تاني مشكلة ان نتيجة عدم وجود وحدانية وفي ذات وفي فردية يبقى في تحزبات جوه الخدمة، تحزبات، بقينا فرق، انا تبع استاذ فلان وانا تبع مس فلانة واللي ايه ونقعد، لكن كلنا واحد، محدش يقدر يخش بينا، كلنا واحد، دي أسرة واحدة. واخدين بالكم أسرة مع بعضيها، شفتوا احنا أسرة واحدة مع بعضينا، واخدين بالكم؟ فعدم وجود وحدانية تقلب بتحزبات، تبقى في الخدمة دي تحزبات. وبالتبعية النظام العام في الخدمة دي ينهار مع الوقت، ما فيه كل واحد ماشي بدماغه، فما بقاش في نظام، فمع الوقت ينهار النظام في الخدمة دي، والنتائج برضو مفيش خضوع خلاص، ما بقاش في خضوع ولا تلمذة ولا، وبالتبعية لأن مفيش وحدانية ما بقاش في صف تاني. لأن قلت لكم أنا المشاكل وعمال يكوش، عارفين المبدأ اللي عندنا هنا في الإدارة الشرقية، ها، إن كوش، ما تقولش للي معاك النقط التركات الفلانية لحسن تلف الأيام وياخد مكانك، ده نظام فاشل. ده كده نقول للمدير ده أو للخادم ده أخطيت، يا فاشل يا فاشل، نقول له كده. فبالتبعية ما بيطلع لناش صف تاني. أنا ما أقول لهمش أنا بجيب الداتا بتاعتي منين، دور يا حبيبي شوف هتجيبها منين، استلم بتستلم منين يا استاذ الالحان، شوف يا اخويا تستلم منين، دور في النت، مش يقول له استلم من فلان ده الالحان صح كده الفلاني الايه، مش عايز يطلع جيل تاني. فبالتبعيه لعدم وجود وحدانيه في الكنيسه ما عندناش صف تاني، ما فيش صف تاني، ما طلعش. لكن لو في وحدانيه انا بشتغل مع الكبير ومع الصغير ومع الاكبر وايه، واوصل الخبرات اللي عندي لده واخد منه خبرات، ولو عنده حاجه بمحبه اقول له لا دي لو تتعمل بالطريقه الفلانيه وهو يقول لي بالطريقه الفلانيه، والدنيا ماشيه كده جميله، فنربي صف تاني، نربي صف تاني في الكنيسه. وبالتبعيه لعدم وجود الوحدانيه مفيش رجوع لحد، مفيش مرجعيه، خلاص ما بقاش في مرجعيه. أحبائي الوحدانية في الكنيسة وفي الخدمة وفي النشاط وفي أي حاجة جوه مبدأ الكنيسة، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأثر فينا. إحنا كنيسة مجمعية تبع الكتاب المقدس وأقوال الآباء ومجمع، ما يجيش واحد النهاردة من الخدام إحنا واحد يطلع لنا بأفكار غريبة يقول لك مين اللي قال صيام الرسل، مين اللي قال مش عارف ايه، مين اللي قال ان التناول كام ساعة، مين اللي قال ان ما ينفعش الست تتناول امتى، مين اللي قال طلعها لي من الكتاب ايه ده، احنا كنيسة واحدة، لو المجمع قال واحد اتنين تلاتة امين، احنا خرفان ولا ايه، هتمشور، احنا كنيسة كده، كنيسة مقدسة جامعة رسولية، مش احنا بنقول كده، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية، صح كده؟ طيب واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية، في النص كلمة جامعة اهي، فاحنا كنيسة مجمعية.
فلازم يكون في وحدانية في كل حاجة. الكنيسة بتصوم كله يصوم، الكنيسة تعمل كله بيعمل كده، الكنيسة ما بتعملش كده كله الكنيسة ما بتعملش كده. ما كانوا بياكلوا سمك في الأربع، يا سيدي خلاص احنا دلوقتي ما بناكلش سمك الأربع والجمعة، نمشي على النظام ده وحدانية، علشان لما يجي مش أنا أعلم في مكاني بطريقة وده بيعلم مكانه في طريقة، وده مفيش وحدانية. مش بس في الكنيسة هنا، في الكنيسة كلها لازم يكون في وحدانية. فالوحدانية والمحبة، أقول لكم بقى الجملة اللي كان بيقولها البابا شنودة، دي النافذة الوحيدة اللي بتطل على الفردوس. عايز تبص على السماء كده، الشباك ده هو شباك الوحدانية والمحبة، تفتحه تشوف السماء، لكن ما فيش الشباك ده مش هتشوف السماء. فالوحدانية والمحبة في الخدمة تفتحه كده موجودة، تمسك الشباك شفت الايه؟ شفت السماء. الخدمة مش ممارسات لكنها رحلة، الخدمة ليست ممارسات لكنها رحلة حب القلب ربنا. في الآخر، في الآخر بتمثل قلب ربنا اللي احنا عايزين نوصله يبقى قلبنا زيه. فكلنا لينا مبدأ واحد، كلنا لينا وحدانية، حتى في الفكر احنا كلنا عندنا فكر واحد، عايزين نوصل السماء، عايزين نوصل فردوس. فالفكر الواحد ده لازم يتبعه طريقة واحدة. أرجوكم خلوا المبدأ بتاع الوحدانية ده يبقى موجود في كل حاجة في الكنيسة. بلاش الصوت العالي، بلاش الكرامة، بلاش ان انا اللي فاهم احسن منهم، بلاش ان انا اللي محتاج ان انا او احس ان انا عايز انا اللي اتمدح والباقي ما يتمدحش. في الاخر احنا كلنا بنخدم رب البيت اللي هو مش عايز اي، مش اخطيت يعني، مش محتاج خدمتنا، بس من اتضاعه بيخلينا نتكلم على لسانه، او احنا يعني يطلع من لساننا كلامه. فعشان كده خلوا مبدأ الوحدانية ده موجود. لو الخدام حبوا بعض وكان فيهم بينهم وبين بعض وحدانية، ها؟ وانا جيت في مكان غلط، شغل لنا اوشيه الراقدين الله يبارك لك. لو الخدام حبوا بعض المخدوم يحب ربنا، لو الخدام عاشوا في وحدانيه المخدوم هيعيش في هذه الوحدانيه معنا. ربنا يحافظ عليكم ويفرحكم بالخدمه لالهنا المجد دائما ابديا امين. حد عنده مرض مثلا، عندي مرض بتاع الفرديه او عدم روح المحبه او الشركه، اكتب لي كده روشته فيها 1 2 3 اعملهم عشان اعالج المشكله دي او المرض ده. عكس كل كلمه انا قلتها. بمعنى ايه؟ عندي فرديه بحب اشتغل لوحدي، اقصد خطوات عمليه بونا اقدر اطبقها في حياتي. اه اه يا اصل كلمه نحب بعض كلمه عامه شويه. طب انا هقول لك، بالنسبه للي عنده فرديه هي حاجه واحده بس، يا ريت ما يخشش في اي حاجه لوحده. كل ما يمسكوه حاجه لوحده يقول لهم لا اصل انا عامل كده زي ايه، انا طفل، انا عايز حد يسندني. زي ما سليمان كده لما اتكلم وراح قال لربنا كده وهو بيصلي بعد داود، قال له انا ولد، يعني من الاخر كده ما اعرفش اعدي الشارع لوحدي. فالعلاج بتاع الراجل بتاع الفرديه ده ان هو كل حاجه هو بيطمح فيها انه يشتغل فيها لوحده، يحط كديفولت عنده كده في دماغه اي حاجه ما اشتغلش لوحدي، اي حاجه ما اشتغلش لوحدي. الراجل اللي عنده الذات في الخدمه اي حاجه يعملها، اي حاجه يعملها يشوف في نفسه ان غيره احسن منه في الحته دي. يبقى علاج الفردية ان انا ما اشتغلش لوحدي، علاج الذات ان انا اي حاجة اشوف ان غيري احسن مني فيها. انا بقى انا مقتنع جدا ان انا درست الكتاب انا التوت فروت فيها، لا استاذ فلان ده احسن مني 100 مرة رغم ان انا احسن مني، فلان ده يعرف يعمل الشغلانة دي احسن مني، يقولوا لي امسك اقول لهم لا فلان يعملها احسن مني. فالذات علاجها اقدم اخويا عني بس ببساطة. الروشيتا بتاعت الفردية ما تشتغلش لوحدك، الروشيتا بتاعت الذات قدم أخوك عليك بس. فتخليك أنت دايما ها في الرقم 2 أو رقم مش حضرتك يعني اللي هو اللي عنده دي. ماشي؟ حد عايز يسأل أي سؤال تاني؟ أنا عارف طبعا إن أنا اتكلمت في محاضرة أنتوا كلكم ما عندكمش الكلام ده، بس أنا براجع نفسي، أنا يعني براجع نفسي. حد عايز يقول أي حاجة؟ ربنا يحافظ عليكم وتعيشوا وتخدموا لإلهنا المجد دائما أبديا أمين.